ابو عايض، دائما ما نتحدث عن 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 رمضان سابقا ورمضان الحين، وش اللي تغير على الناس؟ وش اللي ابرز ملامح مبطي يعني يومكم تصومون وتراقي الوقت حاليا؟ احنا في وقت نعمه وفي وقت خير، صحيح حيا شيء كثير، صحيح نوط عمرك بدو يشدوه رحاله جمال بيوت شعر الماء ما يعين، صحيح ثلاجات ما فيه، لا حول، مكيفات ما فيه، وصعوبه لكنها حياه حلوه صراحه. الحياه الاول حلوه، حلوه الان في نعمه يا رب لك الحمد والشكر، لكن ما هي زي ما بها طلب. من اول طعمك حصلت على شيء جاله لذه، نعم صحيح، نعم جاله، لكن النعمه يرحم، الحمد لله صحيح. الحمد لله. صيامكم الاول اللي تقطب، اول ما صمت يا ابو يا بعض، اول ما صمت تذكر ولا ما تذكر؟ والله ما تذكر، لكن مر على في الصيام مثل في حر في برد، كان سنين مضت وصوم في شده الحر. اي قيض قيض، اي والله قيض، والماء ما به من بارد، صعوبه صحيح صارت صعوبه. ترى المشاهدين الحين اللي يسمعون، ترى البعض اللي لحق لكن بعضهم حتى ما يستوعب الكلام اللي تقول، يستبعد يستبعد لانه ما عاش فيه، ما عاش فيه، لكن احنا عشنا في الواقع هذا، فانت عرفت سابق وما هو زي صحيح صحيح. الحمد لله مكيفات مويه ثلاجات، نعمه يا ربك الحمد والشكر. وش اصعب، وش اصعب ما ما عشته يا ابو يا ابو علي؟ طعمك عشنا، تعرف البدو اي رحاله دائم مضبوط، ويشدون ينزلون اي حر وكلفه وجوع وشغل وشغل ليله ونهاره، لا حول ولا قوه، لكن لها لها طعم زي ما قلت لك، لها طعم عينهم رب العالمين. يعني في رمضان نضرب مثل، في رمضان لا قد المغرب بيجي، والمغرب بعد يبطي بعد لا أولها. لا يبطي القيض سبحان الله كل شيء يبطي، يبطي. اي ترى الايام ذي احنا عشنا في رمضان جانا في براد، صح جانا في براد، الاجواء حلوه، إيه منا يمكن 5 سنين أو 6 سنين ما جانا في حر، صح لا مثل ما احنا بنشوف الان، حتى البارحه وقبل البارحه برد، ما هو برد، اي والله برد برد، لكن هو طعمك يجي في شده القيض، ما هو في الصيف، الصيف ترى بعد بارد، اي الايام ذي بدايه الصيف بارد، يجي في شده القيض، شده القيض اي نعم. في ناس ترى الصيف عنده من الصيف والقيض، لا فيه الصيف فيه الصيف، الايام ذي يجي فيها امطار، يجي فيها هذا الحين فيه الحين صيف، هذا الصيف، هذا صيف، القيض يجيك شمس ولا مطر ولا ها، اي صح قيض، قيض حراسه فيها لا 50 لا ازود، الحل اللي احنا فيها الان الامطار ذي ربيع ذا ولا صيف ولا هذا صيف؟ صيف هنا هذا الصيف، ربيع ربيع تو ينبت الصيف يا ابو، والله لله عطى ما ينبت، هي من رب العالمين سبحان الله. لا طبعا الصيف يجي لهم واقع، الصيف واقع ذا ترى الجهات الجنوبيه اللي دائما محظوظه فيه في الصيف، في الصيف اي، والربيع شمال، الربيع شمال كلها براده الله سبحانه، وكل شيء براده الله. احسنت صدقت، انا اعود المترك يا مرحبا مترك.